تحية النصر وتحية إعلان نصر مدينة حلب من قبل قوات الجيش العربي السوري. ألف مبروك. فرحتنا ما بتنوصف بتحرير مدينة حلب عقبال كل باقي سوريا. اليوم سوريا أثبتت انتصارها، أثبتت أنه هي مؤامرة قوية على الشعب السوري، انتصار على كل على الدول المعادية كلها، أكثر من 20 دولة 30 دولة متآمرة على سوريا، انتصرت وحلب انتصرت. مبروك لكم جميعا، مبروك لأبناء حلب الشرفاء، مبروك. ألا ترى هذا الانتصار الرائع، الفرحة في عيون أبناء حلب جميعا، هذه الفرحة التي إن شاء الله سوف تدوم ولن يستطيع هؤلاء المجرمين أن يخطفوها بعد الآن. عانى هذا الشعب أكثر من 5 سنوات لكنه اليوم نفض غبار الإرهاب عن كاهله. مبروك لصناع الانتصار أبطال الجيش العربي السوري والقوى الصديقة والرديفة. مبروك للسيد الرئيس بشار الأسد الذي قال حي عيوني. إن 6 سنين عم استنى هي اللحظة. حلب خالية من الإرهاب، هذه الكلمة كان ينتظرها آلاف المدنيين. اليوم هذه المدينة باتت طاهرة مطهرة.